قيامتنا كلنا. صلى مستوضى بيد الليلويا جوشت آخري جو يومو أهن عيني جاء عنك إنشيري أم عظم انت باهي تليلويا مارود شاس فنت اكليسيا انت بفلان اغاوز او مارو اسمو ايرو فيك كدتا انتني ابرز بيتي جاب كونو متوت امبريتنا نسوم ابن من جنيت سلطان وابن اونو امر كن جيب سلطان بومي سي انسوك باب ومشاينين قطعي الطقسي سمل من يود سوى من بطريرشيس Pasite mita bobosio kosomento agio evangelio efesmaro Kyria fluxo to katalokanagio evangelio to anosma معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين انظر الي وارحمني لاني ابن وحيد وفقير انا احزان قلبي قد كسرى كنيستي شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل القراب يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على طقس ملكي صداقا الليل يا
الرب عن يمينك يا بان الطائر الباب البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا الطباوي المكرم الأسقف الأنبا صرابمون وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم له بطرس يا رب ألنا قلت هذا المثل أم تقوله للجميع أيضا فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده فيجده يعمل هكذا حقا أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله وإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ في قدومه فيبتدئ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا ينتظره وفي الساعة التي لا يعرفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع غير المؤمنين وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولم يستعد ولا فعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا أما الذي لا يعلم ويفعل ما يستوجب به الضرب فيضرب قليلا وكل من أعطى كثيرا يطالب بكثير ومن استودع كثيرا يطلب منه أكثر إني جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد وقد اضطربت ولي صبغة أصطبغ بها وكيف أنا محتمل حتى تكملوا